بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي رضي لعباده باليسير من العمل وتجاوز لهم عن الكثير من الزلل وأفاض عليهم النعمة وكتب على نفسه الرحمة وضمن الكتاب الذي كتبه أن رحمته سبقت غضبه. دعا عباده إلى دار السلام فعمهم بالدعوة حجة منه عليهم وعدلا وخص بالهداية والتوفيق من شاء رحمة ومنة وفضلا، فهذا عدله وحكمته وهو العزيز الحكيم، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. وأشهد أن لا إله إلا الله شهادة عبده وابن عبده وابن أمته ومن لكن له طرفة عين عن فضله ورحمته، ولا طمع له في الفوز بالجنة والنجاة من النار إلا بعفوه ومغفرته. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، أرسله الله تعالى رحمة للعالمين وقدوة للعاملين ومحجة للسالكين وحجة على العباد أجمعين، وقد ترك أمته على الواضحة الجراء والمحجة البيضاء، فسلك أصحابه وأتباعه على أثره إلى جنات النعيم، وعدل الراغبون عن هديه إلى صراط الجحيم. فصلى الله وملائكته والصالحون من عباده عليه كما وحد ربه وعرف به ودعا إليه. ثم أما بعد، أهلا وسهلا والسلام عليكم، تحية منا تزف إليكم إخواننا أحبابنا، والله لا تقبح الدنيا وفيها أنتم. أهلا بكم، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. نسأل الله العظيم كما جمعنا في هذا اللقاء المبارك على طاعته أن يجمعنا في الآخرة في جنته ومستقر رحمته. بداية نرحب بفضيلة الشيخ ولأول مرة داخل أسوار المجمع الطبي بعد طول غياب، كما نرحب بالسادة الحضور. ومع أولى فقرات حفلنا الماتع، حيث نحلق سويا في سماء القرآن الكريم كي نعيش مع الآيات ونأخذ منها العبر والعظات، ومع الذكر الحكيم والقرآن الكريم. والأخ محمد علي فليطلع. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك، وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون. وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين. وكأين من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة
أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. جزا الله أخانا خير الجزاء على تلك التلاوة المباركة. وقف هارون الرشيد يوما ينظر إلى السماء فرأى سحابة فقال لها أمطري حيث شئت أن تمطري فإن خراجك سوف يأتيني فنحن معشر المسلمين قد ملكنا هذه الدنيا القرون وسنملكها كما قال النبي العدنان صلى الله عليه وسلم إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها فنحن ملكنا وسنملك هذه الدنيا القرون ومع ملكنا هذه الدنيا القرون والأخ محمد المصري فليتفضل. ملكنا هذه الدنيا القرون وأخضعها جدود خالدون وسطرنا صحائف من ضياء فما نسي الزمان ولا نسينا ملكنا هذه الدنيا القرون وأخضعها جدود خالدون وسطرنا صحائف من ضياء فما نسي الزمان ولا نسينا وكنا حين يأخذنا ولي بطغيان ندوس له الجبينا تفيض قلوبنا بالهدي بأسا فما نغضي عن الظلم الجفونا وكنا حين يأخذنا ولي بطغيان ندوس له الجبينا تفيض قلوبنا بالهدي بأسا فما نغضي عن الظلم الجفونا ملكنا هذه الدنيا القرون وأخضعها جدود خالدون وسطرنا صحائف من ضياء فما نسي الزمان ولا نسينا بنينا حقبة في الأرض ملكا
يدعمه شباب طامحون، شباب ذللوا سبل المعالي وما عرفوا سوى الإسلام دينا. بنينا حقبة في الأرض ملكا، يدعمه شباب طامحون، شباب ذللوا سبل المعالي وما عرفوا سوى الإسلام دينا. ملكنا هذه الدنيا القرون وأخضعها جدود خالدون، وسطرنا صحائف من ضياء فما نسي الزمان ولا نسينا. تعهدهم فأنبتهم نباتا كريما طاب في الدنيا غصونا، إذا شهدوا الوغى كانوا حماة يدكون المعاقل والحصونا. تعهدهم فأنبتهم نباتا كريما طاب في الدنيا غصونا، إذا شهدوا الوغى كانوا حماة يدكون المعاقل والحصونا. شباب لم تحطمه الليالي ولم يسلم إلى الخصم العرينا، وإن جن المساء فلا تراهم من الإشفاق إلا ساجدينا. ملكنا هذه الدنيا القرون وأخضعها جدود خالدون، وسطرنا صحائف من ضياء فما نسي الزمان ولا نسينا، فما نسي الزمان ولا نسينا، فما نسي الزمان ولا نسينا. وانا خير الجزاء على تلك الأنشودة الرائعة. والآن مع المفاجأة، مع مفاجأة الحفل، ولأول مرة داخل أسوار المجمع الطبي فضيلة الشيخ الداعية الدكتور حازم شومان، فليتفضل. عليكم ورحمة الله وبركاته. إيه رأيكم في المفاجأة دي بقى؟ الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله، وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله. لبيك ربنا وسعديك، والخير كل الخير في يديك، والشر ليس إليك، نحن بك وإليك. تباركت وتعاليت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم صل على النبي محمد وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى ذريته وآل بيته، إنك حميد مجيد. أما بعد، ربنا يجوزك يا شباب. ايه رايكم في الدعوه الجميله دي بقى؟ قول اللهم امين. يعني قضيه الزواج وقضيه الشباب وقضيه يعني ربنا سبحانه وتعالى يرزقكم. على فكره ربنا يجوزكم دي، يجوزك يعني يخليك تعدي، فيجوزك الصراط ان شاء الله. ربنا يجوزكم الصراط ان شاء الله، ويزوجكم برضو ان شاء الله. يعني احنا يعني الواحد سعيد والله يا اخواني، كل مره بيقعد فيها مع الشباب ومع اخواتنا ومع اخواننا، ربنا يبارك فيكم. يعني انتوا امل يا اخواننا، يعني انتوا مش عارفين انتوا امل لدينكم قد ايه.
الواحد يعني سبحان الله يعني يمكن أكتر آية في القرآن الكريم بتمس قلب الواحد، أكتر آية في القرآن كله بتمس قلب الواحد قول الله سبحانه وتعالى: ورأيت الناس يدخلون في دين الله إيه؟ أفواجا. ورأيت الناس الوقت الناس بتدخل في دين ربنا بس فرادة. واحد أسلم في فرنسا، 5 أسلموا في أسيوط، 3 أسلموا، إنما ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. الواحد حاسس ان 6 مليار واحد على غير لا اله الا الله على وجه الارض، 6 مليار قصة ألم، و6 مليار قصة حزن، و6 مليار قصة اكتئاب، و6 مليار قصة مأساة، واحنا قاعدين مكاننا هنا مش قادرين نستشعر قداسة المهمة اللي ورانا في العالم كله. انت لو شفت قطة نار بتولع فيها قلبك هيتقطع، ما بالك ان بني ادم معرض انه يخلد في جهنم وانت قاعد مقصر في مكانك. كم واحد في مستشفى مستشفيات السرطان الوقتي في اوروبا وامريكا واستراليا واسيا ومستني واحد منكم يروح ينقذه من الكفر، يروح ينقذه من جهنم، يروح ينقذه انه يعرفه يعني ايه لا اله الا الله. يعني الامال اللي معقود عليكم يا شباب ويا اخواننا واخواتنا اكبر مما تتخيلوا. الدين عشان يقوم في الارض عايز ناس زي الصحابه كده يضحوا زي ما الصحابه ضحوا، يضحوا يعيشوا للدين زي ما الصحابه عاشوا للدين. مطلوب منكم انكم تبقوا ابطال لهذا الدين، ابطال للاسلام، زي ما جوستاف لوبون كده كان بيقول: يا له من دين لو كان له ايه؟ لو كان له رجال، لو كان له رجالة، لو كان له ناس تشيله وتعيش عشانه وتعتنقه. ويبقى قضية نشر الاسلام في الارض اخطر عندك من قضية اي قضية تتعلق بحياتك، اي قضية تتعلق بذاتك انت. قضية نشر الدين في الارض وعزة الاسلام، انا عايزكم تركزوا معايا بقى، يعني ما تعملوش زي الناس اللي كانوا قاعدين قدام واحد كده طالع على منبر فبيقول: اعلم يا اخي المسلم ان ابنتك اذا تزينت وتعطرت وقالت لك انني ذاهبة الى الدرس فاعلم انها كاذبة وانما هي ذاهبة للقاء الحبيب. فالناس ساعتها كلهم صحوا كده: عليه الصلاة والسلام، عليه الصلاة والسلام. فاحنا عايزين ايه؟ عايزين يعني عايزين ناس قدامنا مركزة، يعني اقل واجب يا اخوانا ان احنا نركز. يعني واحد كده من نوعية علماني منه فيه كده وقاعد مع مذيع وقاعدين في برنامج تلفزيوني والاثنين ايه بقى الفكر طالع طافح على اخره، فبيقول لها: انا الكلمة اللي بتمثل لي نبراس لحياتي واللي بتمثل لي وجهة لحياتي هي قول الله سبحانه وتعالى: اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا. فهي تأثرت جدا بصراحة، قالت له: صدق الله العظيم. فاحنا عايزين يعني ايه؟ عايزين الشباب كده يبقوا صاحيين ومركزين كده، وايه ويعني ربنا سبحانه وتعالى يرفعكم بالاسلام ويرفع بيكم الاسلام ويعزكم بالاسلام ويعز بيكم الاسلام. الصراحه يا شباب يعني انا النهارده مع يعني ايه اخوه واخوات المفروض ان هم ناس دماغهم عاليه بقى وناس تفكيرهم عالي وناس يعني ناس يعني ايه في اذهانهم متوقده من الذكاء. عشان كده يا اخوانا رمضان باقي عليه اقل من 100 يوم، يوم السبت اللي فات ده كان 100 يوم باقيين على رمضان. عايزين نبدا بقى نرتبط بكتاب الله، عايزين نبدا نعيش مع كتاب الله. انا عايز اقف معاكم مع ايتين من كتاب الله سبحانه وتعالى. قال تعالى: وما قدر الله حق قدره والارض جميعا قبضته يوم القيامه والسماوات مطويات بيمينه. وما قدر الله حق قدره، اللي بيعصي ربنا ما هوش عارف مين ربنا. احنا قدرنا العربيات حق قدرها، وقدرنا العمارات حق قدرها، وقدرنا الموبايلات حق قدرها، بس ما قدرناش الله سبحانه وتعالى حق قدره. للأسف كتير مننا يا شباب بيعبد إله ما هوش عارفه. المفروض لو عرفت ربنا قبل ما ظهرك يركع قلبك يركع، قبل ما راسك تسجد قلبك يسجد. معرفة ربنا دي أعظم نعيم في الحياة كلها وأعظم قوة دافعة في الحياة كلها. اللي بيعرف بنت وبيحبوا بعض يقول لك: ده أنا ما كنتش عايش. اللي يعرف ربنا سبحانه وتعالى هو ده فعلا اللي بيقول بعدها: أنا ما كنتش عايش. لما يعرف ربنا سبحانه وتعالى، هل تعرف الا من هو الله سبحانه وتعالى؟ وما قدر الله حق قدر، اللي بيعصي ربنا يعني بيفاجئ مثلا لما يسمع احاديث مثلا بترهب من معصيه ربنا، يقول لك: كل ده ليه؟ ده تشدد. لا، انت بتبص لصغر المعصيه، ما بنبصش لعظمه من عصيت. زي اللي ماشي كده فمعهوش فلوس فلا حاجه في محل بربع جنيه، فمد ايده كده بالراحه وقام حاططها في جيبه وقام ماشي، فروح قلقان: ما حدش شافني، ما حدش شافه. روح بيته شويه لا
مروحيات بتحوم حوالين البيت، ولا دبابات بتحصر البيت، ولا انزال بالمظليات، ولا قوات خاصه بتقتحم البيت، اشد من رعب ومنهم استغرابه، وانا عملت ايه؟ هي دي حاله العاصي اللي ما يتوبش لما يلقى ربنا ان لم يتوب الله عليه، ويفاجئ يعني ايه معصيه؟ هو ما كانش عارف من يعصي، هو بيقول لي مين لا؟ ان ربنا ما يتقالوش لا، ربنا لا تعطي له ظهرك، ربنا لا يؤثر عليه شيء ابدا سبحانه وتعالى. بالمقابل قال تعالى: يوم ترى المؤمنين والمؤمنات الملتزمين والملتزمات اللي قبضوا على الجمر في الدنيا وثبتوا على دينهم في الدنيا رغم اي مغريات، رغم اي شهوات، رغم اي سخريه من التزامهم، الملتزمين والملتزمات اللي قبضوا على دينهم في الدنيا، اللي مشت وراء امهات المؤمنين في شكلها وفي حياتها وفي سلوكها، اللي عاش عشان دينه وعشان رسالته، يوم القيامه يسعى نورهم بين ايديهم وبايمانهم، لما تلاقيهم على منابر من نور يوم القيامه، ساعتها الذهول اللي هيبقى عند غيرهم هو كانت الطاعه بترفع الرفعه دي، هو كان الدين، هو كان الالتزام بيرفع للدرجه دي، وما قدر الله حق قدر. عشان كده يا اخوانا لما بنسمع احاديث معاصي السر اللي معظم الشباب واقع فيها، الشاب اللي مش قادر يتخلص من موقع معين، الشاب اللي مش قادر يغض بصره ومحدش شايفه ولكن الله من فوق 7 سماوات يراه، لما بتشوف واحد من برج من فوق 10 ادوار وبتبص على الناس وهي ماشيه بتلاقيهم عاملين زي النمل، ما بالك من فوق 7 سماوات الانسان بالنسبه لربنا ايه؟ كل شاب وفتاه قاعدين الوقت في الجامعه مع بعض في قصه حب ساخنه بالنسبه لربنا ايه من فوق 7 سماوات الانسان يعني لا فعلا. وما قدر الله حق قدره، زي حديث النبي عليه الصلاه والسلام: لا ياتين احدكم يوم القيامه، اوعوا يا امه محمد عليه الصلاه والسلام حد منكم يعمل العمله دي، يعمل ايه يا رسول الله؟ لا ياتين احدكم يوم القيامه بحسنات امثال جبال تهامة بيضاء، الملائكة جايبة جبال حسنات في كفة الحسنات في الميزان يوم القيامة، جبال خلاص الكفة طبت، خلاص هو مطمئن انه من اهل الفردوس الاعلى، الملائكة ده ما شفناش حد حسناته جبال، ما شفناش حد يعني الميزان كده عامل زي ما بتنزل من الطيارة مثلا وانت جاي من بلد تانية ومستني الشنط اللي انت جبتها بقى، وانت قاعد على سير الشنط كده وقاعد تستنى شنطك، او انت واقف على الميزان مستني شنط الحسنات والسيئات، تلاقي جبال جاية تتحط في كافة الحسنات. لا يأتين أحدكم يوم القيامة بحسنات أمثال جبال تهامة بيضاء، يعني زي جبال تهامة كده من أكبر جبال الجزيرة، بيضاء يعني حسنات خالصة مخلصة، فيجعلها الله هباء منثورة. فجأة الحسنات تتنسف، عفوا لقد نصف رصيدكم، الحسنات تتنسف ليه؟ عشان ايه؟ اتحط جبال سيئات؟ لا، ده اتحط سيئات قليلة في كافة السيئات. امال ايه؟ الصحابة ترعبوا قالوا لهم: يا رسول الله صفهم لنا، جليهم لنا، دول مين يا رسول الله؟ عملوا ايه دول عشان جبال الحسنات دي تتنسف؟ تخيل دول تعبوا قد ايه. قال: اما انهم من جلدتكم ويتكلمون بألسنتكم، ولكنهم اسمع كانوا اذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. لما يقفل على نفسه الباب بيتفرج على قناه شكلها ايه، بيدخل على مواقع شكلها ايه، البلوتوث بتاع المحمول بتاعه وهو ماشي لو خبط كده صور ولا خبط حاجات بيعمل ايه. كانوا اذا خلوا بمحارم الله انتهكوها، معاصي السر، شهوات السر، معاصي السر. تخيل ان معاصي سر قليله تنسف جبال الحسنات ده ايه؟ طب ليه يا اخوانا؟ الموضوع مش موضوع المعصيه، الموضوع ليس موضوع، ولكن موضوع انك جعلت الله اهون الناظرين اليك، انك انت جعلت ربنا اهون الناظرين اليك، قضية في غاية الخطورة، قضية معصية السر، قضية ان الشاب يبقى يعني امام الناس حاجة وبينه وبين الله حاجة، ممكن قدام الناس بيعظم نظر الله اليه ولكن لا يعظم نظر الله اليه. عارفين برصيصة يا اخواني؟ عارفين يا شباب برصيصة؟ برصيصة ده كان عابد من عباد بني اسرائيل، ياما هنا ياما هناك، بلده كانت بتضرب بيه المثل بالعبادة، الناس مستقيمة اقتداء ببرصيصة، عبد ربنا، طلع على الجبل يعبد ربنا ويعتزل الناس، خد صومعه على الجبل واعتزل الناس نهائيا، والناس كلها مبهورة ببرصيصة، ايه العبادة الرهيبة دي؟ الشيطان عايز يضيعه عشان يضيع قدوة دينية من قدام الناس، زي ما بيحاولوا الوقت يسقطوا رموز الدعوة الى السنة، ليه؟ عايزين يضيعوا قيمة السنة عند الناس، عايز يضلوا، ما هوش عارف يعمل ايه؟ شيطان من الشياطين قال له سيبهولي، هتعمل ايه؟ مالكش دعوة، سيبهولي.
الشيطان ده يطلع على الجبل ويبني صومعة جنب برصيصة ويلبس لبس العباد ويفضل يعبد ربنا 24 ساعة. انا عايزك تتخيل الشيطان عشان يضيعك بيعمل ايه. انا عايزك تتخيل الشيطان ممكن يتعب قد ايه عشان انت ما تعرفش طريق ربنا، عشان انت ما تعرفش طريق ربنا. برصيصة لو زهق الشيطان ما يزهقش، لو تعب الشيطان ما يتعبش، لو خرج من الصومعة يشم هوا الشيطان ما بيبطلش، لحد ما وقع في صدر برصيصة ان الشيطان ده من اعظم اولياء اللي على وجه الارض. لما الموضوع استوى الشيطان راح لبرصيصة قال له يا برصيصة علمني مما علمك الله. قال له انا اللي علمك ده، انت من اعظم الاولياء، ده انت اللي تعلمني. قال له خلاص هعلمك اسم الله الاعظم اللي لو قرأته على حد مسه جن او شيطان يخرج الشيطان منه فورا، وعلمه اسم كذب ليس اسم الله الاعظم. وبدأ الشيطان ينزل، خلص المهمة اللي فوق الجبل، بدأ ينزل يمس اي حد في القرية. هيودوه لمين؟ لبرصيصة العابد الولي، يوديه لبرصيصة. اول ما يقرأ عليه الاسم اللي الشيطان علمه له الشيطان يخرج على طول. فبدأ الناس يعتقد ان برصيصة من اعظم الاولياء، وبدأ برصيصة يعتقد انه خلاص مفيش حد بقى اعلى منه عند ربنا سبحانه وتعالى. فضل الشيطان يكررها لحد ما برضه المرحلة دي خلصت، لحد ما مس أجمل فتاة في هذه القرية، جابوها أهلها ليه. برصيصة قرأ عليها الاسم الأعظم ما بيخرجش، قرأ عليها ما بيخرجش. هو في إيه؟ الشيطان جاله قال له يا برصيصة دي شكلها ذنوبها كتير وشكلها معصية كتير، يا برصيصة دي لازم تفضل عندك في الصومعة كذا يوم، تعلمها العبادة وتشوف عبادتك وتقتدي بيك وتقرأ عليها الاسم الأعظم كل شوية، تقوم تتوب لربنا وتقوم فعلا الشيطان اللي عليها يذهب عنها. برصيصة قال له ما ينفعش ده حرام. قال له لا حرام ايه، ده انت برصيصة، هو انت ممكن تفتن؟ هو انت ممكن تقع؟ دي المصيبة يا شباب، دي المصيبة يا اخواننا واخواتنا، ان الشاب يعتقد ان كل الناس ممكن تقع الا هو. تكلم الولد اللي واقف مع البنت في ساحة الكلية، يا ابني حرام انك تبص لها، فضلا انك تقف معاها، فضلا انك انت حرام. يقول لك لا ده الحب بتاعنا غير اي حب، احنا الحب بتاعنا طاهر وبريء غير اي حب في الدنيا، ده انا بصحيها لقيام الليل ويا بصحيني لصلاة الفجر، والعشر ساعات اللي بنقفهم في الكلية كل يوم من اول ما دخلنا الكلية من 15 سنة، واحنا العشر ساعات دول ما بنتكلمش فيهم غير عن ربنا، وما بنروح بالليل وعروض فودافون الجديدة اللي الساعة فيها ببلاش نقعد نتكلم عشر ساعات تانيين، بنسمع لبعض القرآن. احنا حبنا غير اي حب، حبنا طاهر وبريء ومن نوع تاني خالص. انا لو سبتها انتكس، وهي لو سابتني التزامها يتأثر. احنا اللي محافظ على صلتنا بربنا هي علاقتنا به. الشيطان، الشيطان شاطر. يا برصيصة انت مش هتقع، يا برصيصة مش انت، يا برصيصة انت غير اي حد، انت قلبك غير اي حد، انت لو الناس كلها وقعت انت مش هتقع، انت لو الناس كلها فتنت انت مش هتفتن. يوافق برصيصة، وطبعا يوافق اهلها، ده برصيصة، ده الشيخ برصيصة، حد يشك فيه؟ وتفضل الفتاة قدام برصيصة ويبدأ الشيطان يشتغل. اول ما البنزين جه بالنار، اول ما البنزين جه بالنار، لما انجلترا جت مصر تحتلها كان لها اربع مطالب من مصر، واحد من الاربعة المنظر اللي بيحصل في جامعاتنا ده، الاختلاط. الوقت اي علاقة حب بتخرج منين؟ يا من جامعة، يا من مدارس مختلطة، يا من دروس خصوصية مختلطة، يا من المؤسسة التعليمية. نجحوا ان فساد البلد كله يخرج من المؤسسة التعليمية بايه؟ بالاختلاط، بالاختلاط. يا جماعة، يا برصيصة انت مش هتفتن. سابوا الفتاة، كل شوية الشيطان يصرحها تتكشف، الشيطان يصرحها تتكشف، حدش يحسب انه اكبر من الفتنة. فضل الامر ببرصيصة لحد ما يقع في الزنا والعياذ بالله. يجيله الشيطان، هتعمل ايه يا برصيصة؟ هعمل ايه؟ برصيصة هيتفضح، طب اعمل ايه؟ لازم تقتلها وتدفنها في مكان حدش يعرفه. لو جه اهلها قول لهم بنتكوا هربت، بنتكوا عليها شيطان هربت، وهيصدقوك لانك برصيصة. يقتلها برصيصة ويدفنها وخلاص، هيبقى بعد كده راجل صالح تاني. يجي اهلها بنتكو هربت، الناس مش هتقدر تكذب برصيصة. يمشي اهلها، يروح لهم الشيطان يقول لهم برصيصة كذب عليكم، اللي حصل كذا وكذا وبنتكو مقتولة في المكان الفلاني. يروح الناس يلاقوا الكلام مظبوط، يطلع اهل البلد كلهم على برصيصة عايزين يقتلوه، واقفين برا الصومعة، وهو جوه الصومعة هيموت من الرعب. يجي له الشيطان يقول له يا برصيصة عايزنا نجيك منهم، يقول له اه، يقول له اسجد لي. اسجد لك ازاي؟ ده كفر، ده شرك بالله، انت خليتنا ازني واقتل، انما اسجد لك لا، شرك بالله لا. قال له اسجد لي ولا سيبهم يقتلوك. سجد له، سابوا، كسروا عليه الصومعة، دخلوا قتلوه، مات كافر والعياذ بالله. الموضوع يا اخواننا موضوع ان اي واحد مننا يظن ان هو اعلى
ولا من انه يقع، انا مش هقع. اللي غيرك جاي من السكة وراجع مبطوح، انا اللي هدخل ومش هتبطح بقى، انا اللي هدخل ومش هقع بقى، انا اللي هعرف امسك عصاية الطاعة والمعصية من النص، انا اللي هعمل معصية سر شوفوا ضيعته لفين، او شهوة سر شوفوا ضيعته لفين. وما قدر الله حق قدره، انك انت تعرف مين هو ربنا، انك تعرف ايه جلال ربنا، انك تعرف ايه عظمة ربنا. يا شباب انتوا لو عرفتوا ربنا يقدر يعمل لنا ايه، والله العظيم حياتك كلها تتقلب. انت كل احلامك، كل احلامك في خزائن ربنا، كل طموحاتك في ايد ربنا سبحانه وتعالى. عاملين زي النملة اللي وقعت في كوباية المية دي، هتقعد تفلفص ليه؟ هتضيع خلاص، اكبر مشكلة في حياتها. انا هاجي بصبع ايدي الصغير وهنقص حياتها من اكبر مشكلة فيها. ولله المثل الاعلى، انت اكبر مشكلة في حياتك الوقتي الله يقدر يحلالك بابسط مما تتخيلي. انت اكبر ازمة في حياتك الله يقدر يحلالك بابسط مما تتخيل. يا اخوانا مع ربنا سبحانه وتعالى كل حاجة عليك في الدنيا يسير. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. البركات اللي خرجت ولم تعد، خرجت ولم تعد. كان لنا اتنين زمايلنا، واحد من كلية الطب كان جايب في الثانوية العامة المجموعة بتاعة 99% بقى و100% والحاجات دي، والتاني كان مستشار. الدنيا كلها بتتقلب له أول ما يدخل أي مكان، الدنيا كلها بتتقلب، بس كان جايب حوالي 50% في الثانوية العامة. فصاحبنا الدكتور ده كل ما نسافر في مكان، طبعا احنا مسافرين من غير صاحبنا المستشار، الدنيا ايه، اركن يا باشا على جنب بس وريني بطاقتك، وريني بطاقة حضرتك، انت حضرتك رايح فين جاي منين. المستشار ده معانا شايل النمر من على العربية وماشي من غير نمر خالص، واي وبيمشي مخالف على الطريق السريع على طرق السفر، والناس كلها بتحترمه. فصاحبي مرة غير منه قال له يا اخي انا جايب 99% في الثانوية العامة ومحدش بيحترمني، وانت جايب 50% والناس كلها قلبلك الدنيا. قال له يلا 50% بس فيهم بركة، انما انت 99% بس ما فيش فيهم بركة. لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض. يا ما شباب تعبوا في الشهادات، وبعدين يا ما يا اخوانا يا ما، وتلاقي واحد تاني سبحان الله ربنا فتح عليه في دينه وفي دنيته. لفتحنا عليهم بركات، مش بس ارزاق، الشهادة رزق، انما البركة في الشهادة ديت ايه، دي قضية تانية يا اخوانا. وما قدر الله حق قدره، انك تعرف ربنا يقدر يعمل لك ايه لو قطعته، انك تعرف ربنا يقدر يعمل فيك ايه لو عصيتيه. ان احنا نعرف يا اخوانا ربنا يملك مقدرات امور حياتنا ازاي. وما قدر الله حق قدره والارض جميعا قبضته يوم القيامة. سبحان الله، الارض طول عمرها في قبضة ربنا. عارفين لما اقولك الموضوع ده في ايدي، ولله المثل الاعلى، ربنا بيقول بيده الملك، يعني كل حاجة بايده، رزقك بايده، شهادتك بايده، جوازك بايده، الاولاد اللي انت نفسك ربنا يرزقهم ليك بايده، سعادتك بايده، رزقك بايده، كل حاجه في حياتك. انت محتاج ربنا اكتر ما انت محتاج النفس اللي انت بتتنفسه. والارض جميعا قبضته يوم القيامه. لما واحد بيقبض معناه انه مات، دي لحظه نهايه الارض يا اخوانا، دي لحظه نهايه الكره الارضيه تماما خلاص. ولما ولحظه القبض على كل مجرم وعاتي واحد عاصي ربنا سبحانه وتعالى. والارض جميعا قبضته يوم القيامه والسماوات مطويات بيمينه. انا عايز حد مننا مهما كان قوته يحاول انه يطوي اي شجره بره بيمينه، او يحاول انه يطوي اي عمود بيمينه. تخيل قدرة الملك اللي السبع سماوات مطويات بيمينه، كلمة يرتجف لها القلب، كلمة ترتجف لها القلوب الحية. والله السماوات مطويات بيمينه. يا جماعة السماء دلوقتي مفتوحة قدامنا، بنبص ونقول سبحان الله، في لحظة السماء دي هتتقفل، في لحظة الفرصة هتخلص. انتوا دلوقتي فرصة يا شباب، كتير قوي في النظام اللي فات حسبوها غلط. دلوقتي مكانهم في بورتو تورا كلهم، اوعى تحسبها غلط، اوعى تحسب حياتك غلط. انت ربنا اداك عمر واحد، العمر الواحد ده اللي لازم توصلي بيه ربنا، اللي لازم تحبي بيه ربنا، اللي لازم ترضي بيه ربنا. العمر ده لو ضاع، الشاب دلوقتي عامل زي اللي حاطط مسمار على راسه وقاعد يدق بالشاكوش ويصوت ويبكي ويقول اه، انت اللي معذب نفسك، انت اللي حاطط نفسك وسط شهوات، انت اللي مش فاصل لطريق ربنا. عامل زي اللي جه الساعه 2 الظهر في رمضان ويقول لك انا مش قادر اصبر، اعمل ايه؟ اصبر. طب ادوني حل عملي. الحل العملي انك تصبر. لا، ادوني كلام عملي. يا عم الكلام العملي انك تصبر، هو ده الكلام العملي، ان الشاب يصبر على دينه.
ان البنت تصبر على دينا، ان كل واحد مننا يبقى فعلا الاول والاخر في حياته هو الله مش ربنا هو الاول والاخر، يبقى الاول والاخر في حياتك وفي حياتك. والسماوات مطويات بيمينه، اللي بنى اسرع الدين مين؟ تخيلوا لحد دلوقتي كان مبارك ساكن فيه، واللي هيجي بعد مبارك هيسكن فيه. ليه؟ الناس ما بتقطعش، كله بيسكن في ايه، ما حدش هين عليه انه يهد القصر ده. تخيل ان ربنا اي ملك كده لما بيبني قصر بملايين ومليانه ما يهونش عليه هده. ربنا بنى السماوات السبع سبحانه وتعالى بقدرته، وفي لحظه مطويات بيمينه. يعني ايه؟ كل السماوات السبع دي في خزائن الله سبحانه وتعالى. يا شباب اعرفوا ربنا غني قد ايه، عشان تعرف ربنا ممكن يديك ايه. ربنا بيقول واتيناه من الكنوز ما ان مفاتحه لتنوء بالعصبه اولي القوه. مفتاح الخزنه من خزن وعشرة رجاله ما يقدروش يشيلوه. مفتاح القاعه دي قد صبعك او قد نص صبعك، ولو حطينا ورق من ابو 500 يورو مالينا بالقاعه، القاعه دي يبقى فيها مئات المليارات، مئات المليارات. تخيل، والمفتاح بتاعها قد صبعك. طب امال بقى لما يبقى الخزنه المفتاح 10 رجاله ما يقدروش يشيلوه، يبقى قارون ده كان خزنه قد ايه؟ طب اذا كان ده هو غنى مخلوق، فكيف بغنى الله سبحانه وتعالى؟ كيف بغنى الله؟ احنا مصلحتنا مع ربنا يا شباب. وانا لسه في اولى كليه وسمعت صاحبي وجاي يزورني وبيقول لي ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض. حسيت ان الدين ده فول اوبشنز، انا بعيد عن ربنا ليه؟ انا عايز الدنيا مع ربنا، عايز الدين مع ربنا، عايز السعاده مع ربنا، عايز البركه مع ربنا سبحانه وتعالى. كل احلامك مع ربنا سبحانه وتعالى. سبحانه وتعالى عما يشركون. ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الارض ثم نفخ فيه اخرى فاذا هم قيام ينظرون. يعني ايه؟ نفخه موتت السماوات السبعه، ونفخه قومت السماوات السبعه. قدرة ربنا المطلقة، ان بنفس السبب الكل يموت وبنفس السبب الكل يقوم. لما بنقول الكلام ده هنا، يعني الكلام ده مش جلد، الكلام ده مش ترهيب، الكلام ده يا اخوانا لازم قلوبنا تتحرك. احنا في زمن شهوات رهيب، في زمن شهوات رهيب يا شباب. لازم قلوبكم دي، قلوبكم دي محصنة، لان قلوبكم دي هي ثروة الاسلام في الارض. قلوبكم دي هي امل الاسلام. انت على قد قلبك ربنا هيفتح عليك، انت على قد قلبك ربنا هيعطيكي في الدنيا وفي الاخرة. انتوا امل الاسلام يا شباب، بدون اي مبالغة. انتوا امل الدين. كل واحد قاعد قدامي امل لهذا الدين في الوقت دي اللي الدين بيتحارب فيه والدين بيطعن فيه. انتوا فين يا شباب؟ انتوا فين؟ لما العلمانيين بيعملوا قاعدة قد دي كده بتبقى يحصل مصيبة. ليه؟ لان ده بجريدة، دي برنامج توك شو تلات ارباع مصر بتتفرج عليه، وده بموقع اخباري بيدخلوا عشرات الالوف من الشباب على النت، ودي. انما احنا نساوي اللي بيحبوا دين ربنا يساووا ايه؟ ثقالهم قد ايه؟ بيعملوا لدين ربنا قد ايه؟ ايجابيين في نصرة الدين قد ايه؟ قد ايه؟ لما ارادوا ان هم ياخدوا الاندلس عملوا ايه؟ نزلوا جواسيس للشباب، لقوا شاب قاعد على مجرى مائي وقاعد يبكي. انت بتعيط ليه؟ قال لهم انا بعيط لان انا كل مرة بجيب النشان من المرة الاولى، المرة دي جبته من المرة التانية. هقدر ان انا جاهد في سبيل الله ازاي؟ هقدر ان انا انصر دين ربنا ازاي؟ رجعوا قالوا لهم مالكوش دعوة بيهم، ده هم الوقت المسلمين في قمة قوتهم. طول ما النساء لابسين لبس امهات المؤمنين، طول ما الشباب اصحاب رسالة، طول ما الاطفال بيحفظوا القرآن، طول ما مساجدهم في صلاة الفجر زي صلاة الجمعة ما تقربوش منهم. امال نعمل ايه؟ نضيع المسلمين ازاي؟ بسيطة، ضيعوا الشباب، ضيعوا الشباب، وانتوا ضيعوا الامة كلها. نضيع الشباب ازاي؟ اعملوا لهم تمثيليات الساعة 8 والساعة 10 والساعة 12، ما بين التمثيليات برامج، ما بين البرامج اعلانات. اعملوا لهم قنوات مش هتقدر تغمض عينيك، الفساد اللي فيها اشد من الفساد اللي في القنوات بتاعة الغرب. لو وصلتوا القنابل النووية احجبوها عنهم، لو وصلتوا الفيمتو سكند احجبوها عنهم، لو وصلتوا الجاز وراب وميتال وروك صدروه لهم. ابعتوا لهم لبس للنساء عندهم اسوأ من اللبس اللي ثلاث اربع بناتنا بتلبسه هنا. اعملوا لهم مواقع على النت سيئه قذره، الشاب يدخل ما هوش عارف المواقع دي مين اللي دافع الملايين بتاعتها، مين اللي ممولها، مين اللي مكلفها، وبيدخل ببلاش وخلاص. ما هوش عارف مين اللي عمل، ما هو كله بالنيك نيم وخلاص، ما حدش عارف ده مين، ولا حد عارف ده مين، ولا حد عارف ده منين.
اعملوا لهم مواقع، اعملوا لهم قنوات للاطفال تدمر فطرة الطفل من هو صغير، وبعد سنين ينزلوا تاني يلاقوا شاب قاعد على مجرى مائي بيعيط. انت بتعيط ليه يا حبيبي؟ انا بعيط لان انا حبيبتي سابتني ومرضتش انها تكلمني من امبارح. وانت بتعيط ليه؟ بعيط لان انا معيش فلوس اجيب جل عشان معرفش اخرج وسط اصحابي من غير جل. وانت بتعيطي ليه؟ ماما مخلياني ملبسش على راحتي، بتقولي اخرك الاسترتش مفيش بعد كده خلاص. وانت بتعيط ليه؟ انا بعيط لان الفريق بتاعي خسر في المباراه امبارح. وانت بتعيط ليه؟ بعيط لان المغني اللي بحبه الالبوم بتاعه ما خدش اعلى توزيع السنه دي. وانت بتعيطي ليه؟ حبيبي اللي انا مرتبطه بيه عاطفيا ما بيتصلش بيا بقاله اسبوع وبتصل عليه بيكنسل عليا. وانت بتعيط ليه؟ لما الشباب وصلوا لكده خلاص كفايه، اعملوا ايه؟ اضربوا العراق وشقوها ثلاث اجزاء، اضربوا غزه بقنابل الفسفور وموتوا اطفالها بالاسلحه الكيماويه، اذبحوا جنوب السودان وشقوها ليه؟ خلاص قوه الامه الضاربه ما عادتش معاها، قوه الامه الضاربه ما عادتش موجهه لنصر الدين ربنا. الشباب اتشغل عن الدين، الشباب اتشغل عن ربنا، الشباب احلامه اتغيرت واماله اتغيرت والامه اتغيرت. خلاص اعملوا اللي انتوا عايزين، اللي انتوا عايزين تعملوه. يا ترى يا شباب لما الحسن البصري قال يؤتى بالإسلام يوم القيامة، يؤتى بالإسلام يوم القيامة فيقول يا رب هذا نصرني ويا رب هذا خذلني، حتى إذا جيء بعمر بن الخطاب قال الإسلام يا رب كنت غريبا حتى أسلم عمر. يا ترى لما الإسلام هيشهد عليك أو هيشهد عليك يوم القيامة هيقول إيه؟ هيقول يا رب أنا كنت غريب في كلية صيدلة حتى التزمت فلانة ودعت كل البنات، حتى التزم فلان واشتغل في الدعوة. يا اخوانا احنا ورانا مهمة بتبدأ من ان انا نفسي اكون انسان ملتزم، بتبدأ من ان انا نفسي اكون انسان مع ربنا سبحانه وتعالى. النبي عليه الصلاة والسلام يصدر قرار طرد لي في الطائف، فجأة يصدر قرار طرد للطائف، وعلى فكره دي كتير جدا ما يعرفوهاش، ما يعرفوش ان النبي عليه الصلاه والسلام لما خرج من مكه للطائف الناس معتقده ان النبي عليه الصلاه والسلام خرج يدعو خلاص، النبي طرد من الطائف، طرد من مكه، طرد فوريا. عشان كده ما كانش معاه دبه، ما كانش معاه مال، ما كانش معاه حاجه، هو عليه الصلاه والسلام خرج فورا طرد فوري، ما ينفعش حتى يروح بيته. يروح النبي عليه الصلاه والسلام في طريق 180 كيلو رايح جاي، لما حاولنا ان احنا يعني ننظم رحله من مكه للطائف في يعني قلت الواحد إيه؟ يعني استاذ هناك في الجامعه قلت له عايزين نعمل عمره وننظم رحله للشباب من مكه للطائف نمشي زي ما النبي مشي، قال لي مستحيل. قلت له خلاص نعملها باوتوبيسات غير مكيفه يجربوا الحر، قال لي ان شاء الله مش هيوصل معاك ولا واحد لان كلهم هيموتوا وهيفتصوا في السكه. قلت سبحان الله، امال النبي عليه الصلاه والسلام ال 180 كيلو خدهم على رجليه، 30 قبيله في الطريق او يقارب ال 30 قبيله، كل ما يدخل يدعو قبيله عليه الصلاه والسلام ترفض، يدخل اللي بعدها ترفض، يدخل اللي بعدها ترفض، ولما يرفضوا يروح للي بعدها، يرفضوا يروح للي بعدها بعزيمه ومثابره عليه الصلاه والسلام. يوصل الطائف يقعد 9 ايام، يفوت على بيت بيت وعلى باب باب، ده يقفل الباب في وجه النبي عليه الصلاه والسلام، وده يقول له اما وجد الله غيرك ليرسله، وده يقول له لئن كنت كاذبا فانت اقل من ان اتكلم معك، لحد ما بعد 9 ايام زهقوا من النبي عليه الصلاه والسلام، مش عارفين يعملوا ايه، ما عادوش لاقيين معاه حاجه، جابوا السفهاء والصبيان والاطفال وخلوا كل واحد معاه كبشه حجاره يجري ورا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو صورت المشهد من فوق هتلاقي واحد خارج من بلد ووراه أمة من الناس قاعدين يقذفوه بالحجارة، دي تيجي في رأس النبي عليه الصلاة والسلام، دي تيجي في قدم النبي عليه الصلاة والسلام، حتى نزفت قدم الحبيب عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام يرجع كل المسافة دي وهو في حالة أشد ألم مر عليه في ال 23 سنة كان في الرحلة دي، كما أخبر النبي السيدة عائشة بعد كده عليه الصلاة والسلام، يرجع يقعد في كهف على أطراف مكة لأنه ما يعرفش يدخل وهو مطرود منها، منتظر جوار مشرك عشان يدخل يكمل مسيرة الدعوة في مكة. أنا عايزك تتخيل إن النبي عليه الصلاة والسلام بدل ما يجي من الطائف على مكة، جه من الطائف على الجامعة الأمريكية، جه من الطائف على الجامعة الألمانية أو البريطانية أو الفرنسية، جه من الطائف
على كلية قصر عيني أو عين شمس أو جامعة اسكندرية في وقت الظهر، جه من الطائف على بلاج اسكندرية في عز الصيف، جه من الطائف على بورتو مارينا أو مارينا أو الساحل الشمالي بكل ما فيه، جه من الطائف على النوادي بتاعتنا نوادي القاهرة واسكندرية والجزيرة، جه من الطائف على الكورنيش بتاع القاهرة أو أي مكان في وقت الليل، جه من الطائف على المسلمين وشاف ثمر التعب وثمر الجهاد وثمر تضحيته قدام عينيه وهو جاي رجليه بتنزف، وهو جاي من 180 كيلو ماشي في حر الشمس، وهو جاي ملابسه ومنزقه عليه الصلاة والسلام، والنبي جاي عشان يشوف بقى بعد 1400 سنة ثمرة حياته. راح لبيت أي شاب من الشباب أو راح لبيت أي بنت من البنات، أختنا الفاضلة كانت قاعدة قدام المراية بقى لها 3 ساعات بس ولسه لها ساعتين كمان، خلصت 10 أنواع مكياج بس لحد دلوقتي ولسه بتكمل في 15 نوع الباقيين، وماسكة بإيديها التانية إزازة البرفان خلصت نصها ولسه عايزة تخلص النص التاني، وهي قاعدة قدام المراية مستعجلة عشان وراها ميعاد مهم جدا نازلاله، تلاقي الباب بيخبط تجري تشوف مين اللي بيخبط، تلاقي واحد هدومه كأنه يعني هدوم مبزقة ورجليه بتنزف دم الاتنين ولكن وشه بيتفجر بالنور، تقول له مين؟ يقول لها محمد ابن عبد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم. حبيب الله يا ده احنا كلنا مشتاقين لك قوي يا رسول الله، ده كل الأمة يا رسول الله طائع وعاصي مشتاق لك قوي يا حبيب الله. أخونا الحبيب كان ساعتها قاعد قدام القناة مش هتقدر تغمض عينيك بقى ولا مش هتقدر واحد قدام روتانا ولا ميلودي ولا شطايم، وقعد بيتفرج وقدامه في ايده السي دي بتاع عمراوي او تمراوي وهو جاي يشغله، وهو في نفس الوقت قاعد على الفيسبوك بيشير اي حاجه لبعض زميلاته الفاضلات، وهو في هذه الحاله العاطفيه جدا 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 يلاقي الباب بيخبط يجري يبص بالعين السحريه يلاقي واحد قدامه رجليه بتنزف وجسمه متبهدل من اثر الحجاره ولكن وشه بيبخ نور، مين؟ محمد بن عبد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم. حبيب الله رسول الله انت وحشنا يا رسول الله، يجي يحط ايده على مقبض الباب يا النهار ابيض النبي عليه الصلاه والسلام يدخل ازاي كده ثانيه واحده يا رسول الله، يجري بسرعه على الاوضه يمسك بسرعة عايز يقلب على قناة إسلامية على الدش، لقى نفسه مشفر القناة الإسلامية، هو المفروض إن هو بيشفر القناة التانية، صاحبنا عشان ما يأنبش ضميره وهو بيقلب من شو تايم للروتانا فيشوف شيخ بيقول له كلمة تنكد عليه أو تنغص عليه شهوته شفر القنوات الدينية ما هوش عارف يعمل إيه، طب أما أخلص من النت الأول أخرج من الويندوز خالص أقفل الكمبيوتر ما هوش عارف مربوك، ما كانش في حل غير إنه يشد الفيش كلها بتاعت كل الاجهزه ويجري على النبي عليه الصلاه والسلام وهو بيمد ايده على الباب يا نهار ابيض، ده الصور اللي انا معلقها صور الممثلين والممثلات والمغنيات والفنانات المحليات والعالميات الاحياء منهم والاموات هعمل فيها ايه؟ طلع يجري على الصور يقطع فيها بسرعه ويرميها في صندوق القمامه وهو بيرميها لقى سي دي اغاني واقع يا نهار ابيض عشرات ومئات السيديهات والشرايط اللي عندي اللي كل شريط منه سمعت اغانيه 100 مره وزهقت واتخنقت وخلاص كل الاغاني كلها شبه بعضها وكلها زي بعضها كلام امبارح وكلام النهارده وكلام بكره، يحط كل ده في صندوق القمامه ويجري على النبي عليه الصلاه والسلام في الوقت اللي صاحبتنا جايه تفتح الباب افتكرت يا نهار ابيض قابل النبي عليه الصلاه والسلام كده ازاي؟ ده العمليه مزمبليه خالص، هقابل النبي ازاي؟ اجري ادور على اشارب اغطي بيه شعري جرت تدور في البيت كله فوجئت ان دولابها كله ما فيهوش اشارب، طب اعمل ايه؟ دورت لحد ما لقت الاشارب بتاع جدتها اللي هي بتصلي بيه هو ده اللي نفع تغطي بيه شعرها، بتجري على الباب تفتح الباب يا نهار ابيض ده انا كنت حتى 15 نوع مكياج اعمل ايه؟ جرت بسرعه تقعد تغسل في وشها عشان تزيل اثار المكياج، خلصت وبتجري وبتفتح الباب يا نهار ابيض، طب المكياج عرفت ان انا اغسل وشي، طب البرفان اعمل فيه ايه؟ ده الموضوع ده ملوش حل، جرت تتصرف ثانيه واحده يا رسول الله، صاحبنا بيجري على النبي عليه الصلاه والسلام يا نهار ابيض ده الشقة كلها ريحتها سجاير، طب هعمل ايه في السجاير ديت؟ بدأ يفتح شبابيك بدأ وفتح الباب بيبص ما لقاش النبي عليه الصلاة والسلام. النبي نزل بيبص على السلم لقى النبي عليه الصلاة والسلام لسه نازل، تعالى يا رسول الله أنا فتحت خلاص يا حبيب الله ما تأخرتش عليك قوي يا رسول الله هي يعني غصب عني بس أنا فعلا، طلع النبي عليه الصلاة والسلام دخل النبي وقعد النبي عليه الصلاة والسلام بص له كده الأذان الدن
يا ترى ساعتها ينزل يصلي عشان النبي ولا هو فعلا بينزل يصلي؟ يا ترى ساعتها يتقوم تصلي فورا قدام النبي ولا هي فعلا في كل صلاة بتقوم تصلي أول ما الأذان يدن؟ النبي عليه الصلاة والسلام لقى جيب القميص بتاعه منفوخ، فالنبي قال له أنت وصلت لحد فين في المصحف اللي في جيبك؟ وطى راسه في الأرض وقال له ده مش مصحف يا رسول الله، ده علبة سجاير يا رسول الله، ده علبة سجاير. وفي قمة الخزي من النبي وفي قمة الخجل من النبي عليه الصلاة والسلام. تخيلوا يا إخواني، النبي في الوقت ده هيعمل إيه؟ النبي هيزعق له، النبي هيشتمه، النبي هيضربه. أنا اللي متوقعه أن النبي ساعتها يبكي وهيحضنه وهيقول له أنا ضحيت بعمري كله عشان أنت ما تطلعش كده، أنا ضحيت بعمري كله عشان أنت ما تبقيش كده، قبور الصحابة اتفرقت في الأرض كلها عشان أنتوا ما تبقوش كده، عشان أنتوا تطلعوا أصحاب رسالة، عشان أنتوا تطلعوا تشيلوا دينكم، عشان أنتوا تطلعوا منظر تحت الكلية تحت ما يبقاش المنظر المبكي ده، ومنظر بنات المسلمين ما يبقاش ما تعرفش المسلمة من غير المسلمة من لبسها. أنا ضحيت بعمري، استحملت إن أنا رجليا تنزف من ضرب الحجارة، استحملت إن أنا اتطرد من مكة، استحملت 3 سنين مجاعة في شعب أبي طالب لحد ما السيدة خديجة ماتت من المجاعة بعد ما كانت سيدة مكة الأولى، استحملت إن ولادي كلهم يموتوا في اليوم اللي يموتوا فيه أقوم وأدعو إلى الله رغم قلبي عشان انتوا تطلعوا شايلين دين ربنا سبحانه وتعالى، وفي النهاية اجي الاقي الوضع كده. تخيلوا يا شباب لو النبي عليه الصلاة والسلام جه وشاف الوضع كما هو عليه هيبقى الحال ايه؟ لو شافنا احنا، بلاش نخرج برا المدرج ده، لو شافنا احنا هيبقى الوضع ايه؟ انت صاحب رسالة، انت شايل قضية، انت يعني النشيد اللي احنا سمعناه وما المعنى بان نحيا فلا نحيي بنا الدين، الحياة معناها ايه؟ معناه ايه من غير ما تكون صاحب رسالة وقضية من اجل نصر الدين ربنا في الارض؟ يا اخوانا العلمانيين قاعدين يطعنوا في الاسلام بيقولوا فصل الدين عن الدولة، يا نهار ابيض، يا ناكبر كلمة تخرج من افواههم وانتوا احياء. ابو بكر قال اينقص الدين وانا حي؟ بيقولوا فصل الدين، يعني الدين يطلع له قرار فصل، يعني الدين يتفصل من المجتمع، يتذبح من المجتمع، يعني ربنا ملوش حكم علينا، يعني ربنا بيقول ان الحكم الا لله، وهم بيقولوا اي حد يحكم الا الله، اي حد يحكم الا الله. هتقولنا واحد من 6 مليار واحد اللي على وجه الكرة الارضية اعلم من ربنا نمشي وراه؟ لا، يقولك اي حد من 6 مليار يحكم الا ربنا، الا ربنا سبحانه وتعالى. تخيلوا يا اخوانا دينك بيتحارب ودينك بيتحارب، انت عملت ايه؟ العاطفة الدينية عندك فين؟ العاطفة الدينية عندك. تخيل لو يعني واحد داخل بيته طلع عليه مجموعة قاعدين يطعنوا فيه بالسكاكين، يطعنوا فيه بالخناجر، جير الناس بسرعة، الناس مش عارفة تعمل ايه، اولاده فوق، رجالة رجالة قاعدين في البيت فوق، الحقوا ابوكم بيطعن، دخلوا على واحد فتح الجورنال وقعد في البلكون، ابوك تحت بيطعن، ابويا حبيبي، ابويا انا يطعن، لا يمكن وانا عايش على وجه الارض، بس انا بتابع اخبار اخر المباراة اللي هتبقى بكرة، انا مش فاضي، طب اعمل ايه؟ طب اخلص بس اخبار المباراة وانزل اشوف ابويا، لقوا ده مفيش فيه فايدة، جروا على واحد قافل على نفس الاوضة خبطوا عليه، الحق ابوك بيطعن، ابوك بيطعن بالخناجر تحت والسكاكين، ابويا حبيبي، بس انا قدام موقع من المواقع ما اقدرش اسيبه دلوقتي، انا ما اقدرش، طب اخلص بس وانزل لكم، جروا على بنته وهي قاعدة قدام قناة من القنوات، ابوكي تحت بيطعن، ابويا حبيبي، ما اقدرش استحمل، بس انا الحفلة اللي جاية بعد شوية ده انا مستنيها بقالي كذا يوم، ما اقدرش، ده المغني اللي انا اصلا يعني صورته معايا في المحفظه بتاعتي جوه الشنطه، واتمنى ان انا اتجوز واحد شبهه، وحلم حياتي كلها ان انا ما اقدرش. نزلوا الراجل بيطعن، تخيل بقى ده ابوك، دول اللي ولاد دول يبقى حكمهم ايه؟ طب ده مش ابوك، ربنا بيقول وطعنوا في دينكم، ده مش ابوك، ده دينك، ده دينك اللي بيطعن فيه. تخيل دينك بيطعن فيه، دينك بيحارب، دينك بيحارب، وانت بتعمل ايه؟ دورك تجاه دينك ايه؟ عاطفتك تجاه دينك، دينك ايه؟ يا له من دين لو كان له رجال. تخيل لو دخلت لجنة امتحان وانت جوا لجنة الامتحان، فانت بقى ايه يعني مذاكر 5 6 اسئلة امبارح كده ويادوبك ملصم الدنيا وداخل مرعوب احسن تطلع الاسئلة مش موجودة، وزعوا الورق بتبص الحمد لله الاسئلة طلعت كويسة، اما ابدأ بقى بص في الوقت عشان اظبط اجابتي على الوقت،
الحمد لله ربنا سترها. بتبص في الوقت ما لقيتش وقت، بتبص الناحيه الثانيه ما فيش وقت، اتفزعت ازاي ما فيش وقت، ازاي مش كاتبين مده الامتحان، ناديت المراقب، هو الامتحان ده مش مكتوب المده ليه، المده قد ايه، قال لك لا الامتحان ده كده، الامتحان ده ملوش مده. يعني ايه؟ يعني ممكن الورقه تتشد منك بعد 5 دقايق، وممكن تتشد بعد 5 ساعات. يعني ايه؟ يعني انت ما قدامكش غير انك انت تجتهد اشد الاجتهاد في الاجابه. ليه؟ لان الامتحان ممكن الورقه تتشد منك في اي لحظه. هو الامتحان ده كده، بدات تترعب وبدات تقول انا مش هضيع ثانيه لاني ما اعرفش الورقه هتتشد امتى. وانت بتجاوب سمعت صوت على يمينك، بتبص لقيت ناس قاعده تطبل، وناس جايبه كره وقاعده تلعب، وناس قاعده الناس دي اتجننت ولا ايه؟ الناس دي بتحسب ان احنا في فسحه، ده احنا في امتحان خطير جدا. شويه بتبص كده، بس الناس دي شكلها حلو برضو، بس الناس دي، طب ايه لو الواحد 10 دقايق كده معاهم وبعد كده ان شاء الله مش هيشدوا الورقه ان شاء الله. طب برضو قبل ما اجري معاهم، اما بص باقي الطلبه بتعمل ايه، بتبص الناحيه الثانيه لقيت طلبه وسطها مقطوم على المكتب قاعده تجاوب بكل قوتها. قلت لا يبقى هم دول العاقلين، انا هجاوب. لسه جاي تبدا تجاوب، سمعت صوت صراخ من الناحيه اللي كان جاي منها الطبل وجاي منها، بتبص لقيت طالب اتسحب ورقته فجاه وهو بيشد في الورقه وبيقول طب 5 دقايق ولا دقيقه، طب دقيقه واحده ولا ثانيه واحده، وهو بيتوسل للمراقب ان هو يسيبه وخلاص اتشدت الورقه وخرج من اللجنه كانه في ميتم. اصحابه قعدوا كده دقيقتين كده ساكتين، وبعد كده رجع الطبل تاني ورجعت الكره تاني ورجع اللعب تاني. بتبص الناحيه الثانيه لقيت طالب من اللي كانوا بيجاوبوا الورقه بتاعته بتتسلم، بيسلمها ووشه عليه ابتسامه ملائكيه وقايم من اللجنه كانه طالع لفرح، مش كان الورقه بتتسلم منه وخارج. يا ترى يا اخوانا انتوا عارفين الطالب ده مين؟ الطالب ده حضرتك وحضرتك، الطالب ده كل واحد مننا. طب الامتحان ده ايه اللي ملوش مده؟ ده عمري وعمرك، العمر اللي محدش يعرف منين. بنك العمر كده عامل زي بنك انت حاطط فيه فلوسك ومحدش يعرف رصيده كام، كل يوم بتقول عايز فلوس خد فلوس، عايز فلوس خد فلوس، مره تيجي تقول عايز فلوس يتقال لك خلاص فلوسك خلصت. ازاي؟ هو البنك ده كده، ده بنك عمرك، كل يوم عايز يوم جديد، عايز يوم جديد خده، عايز رمضان جديد خد، عايز 10 من ذي الحجه جديده خد، عايز عمر جديد خد، لحد في لحظه خلاص. ازاي؟ بنك العمر كده. الامتحان ده محدش يعرف هيتشد الورقه منه امتى، احنا في امتحان يا جماعه، وفي ملك يمين وملك شمال، كل بصه بتبصها يا بيكتبها ملك يمين يا ملك الشمال، كل كلمه بتقوليها يا بيكتبها ملك اليمين يا ملك الشمال، كل مشوار بتروحه يا بيكتبه ملك اليمين يا ملك الشمال. يا ترى وانت في الامتحان لسه لك قد ايه اسئله ما جاوبتهاش؟ يا ترى في اسئله قد ايه لسه غلط وعايزه تتصلح؟ يا ترى الوقت اللي باقي قد ايه؟ الوقت اللي باقي لكل اللي قاعدين قد ايه؟ محدش يعرف، ولا واحد يعرف اللي قاعدين دول كل واحد بقيله قد ايه على ما تتشد ورقه الصحيفه بتاعته. واللي كانوا بيلعبوا دول الشباب اللي فاكرينها فسحه، الشباب اللي عايش حياته، الشباب اللي مش حاسس ان ممكن يتشد منه الورقه في اي لحظه. يعني قدام عيني مره واحنا واقفين في المستشفى ودخلت واحده ست كانت نازله المحافظه دي اصلا، يعني مش نازله يعني في مشوار مش بلدها، وفجاه تعبت جابوها المستشفى، دخلت اوضه الطوارئ وبدا يعني الضغط بتاعها يحصل فيه تدهور، السكر كل المقاييس بتاعتها ما احناش لاحقين نعمل لها اي حاجه، واحنا بنحاول ننقذها في خلال دقيقه كانت دخلت في غيبوبه ومحدش لاحق يعمل لها حاجه. فيعني قدام عيني انا واقف قدامها، يعني كل معاني العجز هي اللي انت ممكن تعبر بيها في الموقف ده، لانك انت الحاله اسرع من انك انت تشخص اصلا تدهور الحاله. وفي لحظه قدام عينيا لقيتها قامت قعدت، سبحان الله في غيبوبه، قامت قعدت وفتحت عينيها وعينيها يعني بتغرب وقالت اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله الله، ووقع ظهرها وماتت في نفس اللحظه. سبحان الله، قلت مين اللي صحاها دي ومين اللي انطقها وهي في غيبوبه. المشهد الثاني، النص الثاني من الشاشه، واحد راجل اعمال مسافر على طائره ومعاه الشنطه بتاعته اللي فيها ورق مستندات صفقات فلوس، وواحد جنبه قاعد، وفي وسط الطائره هم في الهواء يجي له ذبحه صدريه، يبدا الناس يحاولوا ينقذوه، بيموت خلاص بيحتضر، اللي جنبه قال له قول لا اله الا الله، مش عارف قول لا اله الا الله، ما بيقولش قول لا اله الا الله. في الاخر وهو بيتخنق قال له الكلمة دي مش قادر اقولها، مش الكلمة دي مش قادر اقولها، اصعب من كلمة لا اله الا الله. لا اله الا الله معروف انها الكلمة اللي اصلا شفافك ما بتتحركش فيها، عشان كده كلمة الاخلاص، لانك ممكن تفضل قاعد وسط اصحابك تقول لا اله الا الله وما فيش ولا واحد عارف انك بتذكر ربنا اصلا هو مش قادر يقولها سبحان الله، ودي قالتها وهي في هذه الحالة. ازاي يا اخوانا؟ ده عاش
على ايه؟ ما عرفش يموت على لا اله الا الله، ودي عاشت عليها ماتت عليها. زي برضو لو قسمت الشاشة نصين، نص فيلم شفته يعني متصور لواحد داعية وقاعد في مسجد بيتكلم زي ما احنا قاعدين بنتكلم كده، بيتكلم وقاعد يتكلم يتكلم يتكلم، وفي اخر الدرس بعد حوالي ساعة من الفيلم تلاقي عينيه بتغرب كده في لحظة وراسه وقعت في لحظة، مات وهو بيتكلم عن ربنا، وهو في بيت ربنا، وهو مصلي فرض ربنا في بيت ربنا، وهو في أشرف موقف في الحياة كلها وهو بيدعو إلى الله، مات في لحظة. فيلم تاني برضو شفته بعينيا لمطرب من المطربين المشهورين جدا في السعودية، مشهور جدا وكلكم عارفينه يعني، وهو قاعد ماسك برضو الجيتار أو الكمانجة على المسرح والناس بقى قاعدين في السعودية بيتفرجوا عليه وقاعد يعزف، وفجأة في لحظة برضه نفس تغريبة العين الكمانجة وقعت منه وجسمه كله أمواج على الأرض والناس كلها طالعة على المسرح مفزوعة مش قادرين يتخيلوا إن هو مات في لحظة. ده مات في إيه وده مات في إيه؟ لو أنت طالب بتذاكر 16 ساعة في اليوم وأنا جيت أزورك فجأة 99% هيجي لك ألاقيك بتعمل إيه؟ بتذاكر. طب لو واحد حياته كلها طاعة يا بيحتسب على الله حتى سعيه في الدنيا حتى مذاكرته وعبادته، لو مات يقينا 99% هيموت وهو بيذاكر، هيموت وهو بيطيع. طب واحد حياته كلها معصية لو الموت جاله فجأة هيجيله فين؟ في شباب مستعبد مستعبد للمعصية. لما احد الشباب كان عندنا في المنصورة وكان كل ما يشوفنا تعالوا هاتوني مواد دينية املولي الهارد ديسك بتاع شرايط، فجأة مات. يصعب عليا، قلت اما اروح يعني سبحان الله يعني التسويف وحش قوي، قلت اما اروح اجيب من الكلية بتاعته عنوان الجنازة عشان اروح اصلي عليه. نزلت الكلية فلقيت ورقة متعلقة، فعلا لقيت ورقة اعلان جنازة، ولقيت اصحابه تحت شباب الكلية، وهي الكلية كانت صغيرة قوي يعني، شباب الكلية قاعدين تحت قاعدين يجروا ورا بعض، البنات والاولاد يلعبوا صلح ويلعبوا. قلت سبحان الله، ده اعلان موت صاحبهم فجأة قدام عينيهم، صاحبهم اللي كان امبارح مالك كلية نشاط من شخصيات الكلية البارزة. يقينا يقينا يا جماعة الناس دي مش جبلات، يقينا الناس دي متعذبة، يقينا الناس دي مفزوعة، بس من كتر الاستعباد للمعصية مش قادر يتخلص من اللي هو فيه، مش قادر مش قادر يواجه نفسه ان هو في امتحان. المطرب اللي قلت لكم عليه اللي مات فجأة ده، شفت فيلم متصور لمنظر القبر بتاعه، منظر القبور في السعودية غير منظر القبور في مصر. القبور في السعودية تلاقي القبر اتحفر 2 متر كده وبعد كده في القاع يقوموا حافرين حفرة بالجنب، الجنازة تبقى في الحفرة اللي في الجنب ويتقفل عليها بالطوب وبعد كده يتردم ل2 متر تراب. منظر يعني ايه؟ منظر يخلي الواحد يتوب. لو حد منكم عمل عمرة مرة وراح في المسجد المدينة المنورة وتابع جنازة لحد قبور البقيع وشاف منظر دفنة من القبور ده، ايه سبحان الله العظيم، شفت منظر القبر بتاعه. والله يا اخواني القبر بتاعه وعلى يمينه قبور وعلى شماله قبور، نفس المناظر بتاعت القبور الشرعية ده. والله يا اخواني انا شفت والله التعابين مغربلة القبر بتاعه، القبر بتاعه كله حفر، تعابين 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 بقى مش حاجة صغيرة يعني، طلع من كل مكان ودخل من كل مكان. قلت سبحان الله العظيم منظر مفزع، والقبر اللي على يمينه سليم والقبر اللي على شماله سليم، القبور كلها سليمة، منظر في غاية الغرابة. احنا نسأل الله الرحمة لكل مسلم، ولكن يا اخواني في الله يعني الموضوع موضوع اللي هو فجأة شدت ورقته. طيب التاني ده اللي سلم الورقة بالساهل ده وهو مبسوط وسعيد، ده انسان عاش مستعد يا اخواننا، انسان امبارح لسه امبارح الاول امبارح شاب عندنا في كلية الطب مات، خاتم القرآن كله في سنة رابعة، خاتم القرآن كله. تحس ان الكل سبحان الله العظيم يعني تحس ان جنازته احنا زعلانين بس هو جنازته كانها فرح، يعني كأن الخبر ده كأنه فرح، في حين ان فجأة لما ماتت فتاة يعني ما كانتش محجبة والكل اتفزع، والبنات صحبتها دي تلبس حجاب ودي تلبس سبحان الله. طب انت تضمني منين يعني ما هو يعني لو يعني ما فيش شلة دلوقتي في مصر كلها في شباب مصر ما فيش فيها واحد مات فجأة، موت الفجأة في الشباب بقى كتير جدا، كأنها رسائل للشباب. يعني يا اخوانا احنا في امتحان والوقت بيعدي ومحدش عارف الورقة تتسلم امتى. نرجع للايتين اللي احنا كنا فيهم قبل ان يعني قبل ان نفترق على طاعة الله، زي ما اجتمعنا على طاعة ربنا سبحانه وتعالى، ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الارض. تخيل صعق جماعي لكل سكان السماوات السبعة والارض، ثم نفخ فيه اخرى نفس النفخة، قدرة ربنا سبحانه وتعالى، قدرة ربنا المطلقة، فاذا هم قيام ينظرون. اذا الفجائية بيسموها في اللغة الفجائية يعني مفاجأة، هم هو اللي كان تراب تحت الارض
الأرض اللي تفرق التراب بتاعه في الأرض، شوية تراب من جسمه راحوا في البحر الأحمر، شوية تراب في البحر المتوسط، شوية تراب بقى في استراليا، شوية تراب بقى في الصحراء الشرقية والغربية، ده كل ده بيتجمع وكل ده سبحان الله. فإذا هم قيام ينظرون، قاعدين يبصوا أرض المحشر، وأشرقت الأرض بنور ربها. أشرقت الأرض إزاي يا رب؟ ده الآيات صعبة جدا، يعني الآيات كلها نفخ صعق، فجأة أشرقت الأرض بنور ربها. أرض القيامة دي عجيبة قوي يا جماعة، قوي. أرض القيامة دي عاملة زي أرض الدنيا بالظبط. كنت تلاقي الشابين واقفين في ساحة الكلية، الأذان يدن، ده يروح يصلي في الجامع، وده يقف عينيها يتقرصات جايب دي وجايب دي وجايب دي. سبحان الله العظيم، يعني الاثنين كانوا جنب بعض، تلاقي أخين أو أختين في نفس البيت، دي عايشة حياتها على الآخر وديت ملتزمة في كل حاجة بشرع ربنا سبحانه وتعالى. يوم القيامة كده تلاقي النور جنب الظلمة، تلاقي النعيم جنب العذاب. ففي وسط ده ربنا يقول لك أشرقت الأرض بنور ربها. المؤمنين والمؤمنات، المقبلين على الله والمقبلات، المقتدين بالصحابة والمقتدات بأمهات المؤمنين، وهم ربنا بينور لهم في أرض المحشر، واللي جنبهم في المعصية عايش في ظلام، ودول ربنا منور لهم. أشرقت الأرض بنور ربها، ووضع الكتاب، وجيء بالنبيين والشهداء. الشهداء هنا مش اللي مات شهيد، الشهداء هنا اللي هيشهدوا عليك وعليكي، اللي هيشهدوا. عارفين يا اخوانا كل واحد فينا يشهد عليه كم شهيد؟ الارض اللي عصيت ربنا عليها تشهد عليك يومئذ تحدثه اخبارها، الجارحه اللي عصيت ربنا بيها تشهد عليك، ولا يكتمون الله حديثا، جوارحك تشهد. صاحبك اللي عصيت ربنا معاه يشهد عليك. اليوم اللي عصيت ربنا فيه هذا يوم لك وعليك، اليوم يشهد لك ويشهد عليك، يشهد عليك. ربنا فوق كل ده شهيد، النبي عليه الصلاة والسلام اللي بلغك شهيد. سبحان الله، وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون، ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يعملون. سبحان الله العظيم. ربنا يعني انت دلوقتي قاعد نيتك ايه؟ انت دلوقتي قاعد نيتك ايه؟ قلبك في ايه؟ قلبك في ايه؟ انا دلوقتي قاعد قلبي في ايه؟ الستة مليار بني ادم الملائكة بتكتب الطاعة والمعصية، يوم القيامة المليارات دي كلها انا مكتوب ان انا اديت درس، ولكن انا كنت بدين ربنا ولا قلبي فين؟ مكتوب ان انت حضرت درس ولكن حضرته لله ولا حضرته عشان حاجة تانية؟ تخيل الملائكة ما تعرفش، الملائكة دلوقتي بتكتب ان فلانة قاعدة وبتحضر، وفلانة قاعدة وبتسمع، وفلان قاعد ومركز، وفلان قاعد وبيتكلم، وفلان قاعد وبيقدم، الملائكة بتكتب، انما الملائكة ما تعرفش نيتنا خالص. يوم القيامة الحساب بين ايدين ربنا على النوايا وليس فقط على الأعمال. يعني علم ربنا أحصى مليارات المليارات، المليارات من الأعمال لمليارات البشر، ده إيه؟ في كل جوارحهم ربنا أحصى كل عمل، كانت نيتك في إيه؟ وكنت مخلص ولا مرائي؟ وكنت في الأول مخلص وبعد كده الإخلاص لاح؟ تخيل إحصاء ربنا وعلم ربنا سبحانه وتعالى. علم ربنا ده أنت تحته دلوقتي، وقلبك دلوقتي تحت بصر الله سبحانه وتعالى، تحت نظر الله سبحانه وتعالى. ربنا يرى، مطلع على قلوبكم الوقت يا شباب. يا ترى اللي في قلبك يرضي ربنا عنك، يقربك من ربنا، يبعدك عن ربنا؟ اللي في قلبك يقربك من ربنا ولا يبعدك عنه؟ يعني زي المثل اللي يعني مثل اللي في شهر العسل وهو قاعد مع مراته وحبيبته، والاثنين عصفورين قاعدين يزقزقوا قدام بعض في شهر العسل، فولا بتحبيني؟ قالت له يا نهار اسود، ده انت كل حاجه في حياتي. قال انا بتحبيني قد ايه؟ قالت له بحبك 95%. فصاحبنا عدل هدومه قوي، كانش يعرف انه مؤثر للدرجه دي. قال لها 95% من قلبها ليا لوحدي. وبعد كده رجع فكر تاني، 5% فين؟ تعالى بنتي هنا، 5% فين؟ قالت له انت جوزي وحبيبي وما عادش ينفع اكذب عليك بقى، العماره اللي في وشنا فيها شاب روش وظريف وبيعمل شعره سبايكي كده حلو قوي، فبصراحه 5% دول بتوعه. لو دي مراتك بقى حضرتك تعمل ايه؟ واحد يعمل لك كده، واحد يعمل لك كده، واحد كل وقت بقول ايه والطريقه بتاعته. اذا كنت ما قبلتش ان 5% من قلبها يبقى لغيرك، انت كام في المية من قلبك لغير الله سبحانه وتعالى؟ كام في المية من قلبك لغير الله؟ يا اخوانا الموضوع كبير. لما ربنا في اخر الايات ده ايه بيقول؟ وسيق الذين اتقوا ربهم الى الجنة زمرا. يا نهار ابيض يا اخوانا، ايات تتفتت لها القلوب، والله والله ايات تتزلزل لها القلوب. زمر ليه يا رب؟
ليه مش فرادة؟ لان ما حدش هيعرف يدخل الجنة لوحده. لو ما صاحبتيش الملتزمات وانت صاحبت الملتزمين مش هتقدر تكمل، هتقع في الطريق، مش هتقدر تواصل. سيق ده ليه؟ لانك انت بينك وبين يا اخوانا احنا في الارض. الجنة فين؟ الجنة فوق السماء السبعة، الجنة عند سدرة المنتهى فوق السماء السبعة. انت بينك وبين الجنة مفيش غير وسيلة مواصلات واحدة اللي قطعت المسافة دي كلها، البراق في رحلة المعراج. سيق يعني هيركب بيك عشان تذهب الى الجنة. في عليين سيق الذين اتقوا ربهم الى الجنة زمرة، دول الصوامين ودول القوامين ودول اللي ماشيين ورا امهات المؤمنين ودول الدعاء الى الله حتى اذا جاءوها. الله اكبر، حتى دي للغاية. يعني اخيرا الجنة قدام عينينا، اخيرا شايفين الجنة قدام عينينا. حتى اذا دي للمفاجأة، ما كناش نتوقع ان الجنة كده. والله يا رب لو كنا نعرف انها بالكمال ده كنا موتنا نفسنا ليل نهار في طاعتك. حتى اذا جاءوها وفتحت ابوابها، ابواب تمانية بتتفتح، كل باب في من اصناف النعيم اللي لا يوجد في السبعة ابواب التانيين. ما لا عين رأت. سكان الجنة ثمان انواع، سكان سبع انواع من الجنة ما لو شافوا الجنة التامنة ولا عمرهم شافوا اللي فيها، ولا عمرهم تخيلوا اللي فيها، ولا خطر على قلب بشر. اجمل مشهد شفته في حياتك ايه؟ اجمل قصر شفته في حياتك ايه؟ اجمل صوت سمعته في حياتك ايه؟ اجمل حلم وانت نايم قبل ما تنام كده وقعد تتخيل احلام تسعدك، كان اجمل حلم كان في حياتك ايه؟ ما لا عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر ابدا على الاطلاق. حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزانتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله. يعني الحلم الجميل بتاعنا يا أخوانا، الحلم الجميل بتاعنا، قالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء. شوفوا يا شباب يعني ايه نتبوأ؟ لما الملك يطلع على العرش يقولك تبوأ الملك العرش، يعني ربنا بيقول دول ملوك الفردوس الأعلى. يعني ايه ملوك؟ يا أخوانا الناس في الدنيا نوعين، نوع عاشوا عشان يحصلوا املاك ليهم، بيكسب ويشتغل 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 ويسافر بره 20 سنه عقد عمل عشان يجيب ارض ويجيب عماره ويجيب عربيه ويجيب لمراته عربيه ويجيب لاولاده كل واحد عشان يبقى عنده املاك. ونوع تاني سخر حياته عشان مش املاكه هو اللي تزيد، عشان املاك الدين اللي تزيد، عشان الجهاد في سبيل الله، عشان الدعوه تنتشر في الارض، عشان املاك الدين تزيد. ده بقى ربنا بيقوله انت ضحيت باملاك ليك في الدنيا عشان املاك الدين تزيد، انت تبقوا ملوك الاخره في الجنه، ملوك الاخره في الجنه. زي ما النبي عليه الصلاه والسلام وصف الصحابه اللي خارجين للجهاد ملوك على الاسره، الاسره اللي هي العروش، يعني ملوك ليه يا رسول الله؟ لان في ناس ثانيه قاعده شغاله عشان املاكها هي، دول سافروا البلاد هيفتحوها عشان املاك الدين تزيد، فدول اللي ربنا يخليهم ملوك في الدنيا كمان وليس في الاخره، وليس في الاخره فقط. يعني يا شباب يعني الموضوع كبير يا اخوانا، الفرق بين الجنه والنار مش الفرق بين انتر كونتيننتال وبورتو تورا، الفرق بين الجنه والنار مش الفرق بين قريه سياحيه في شواطئ اوروبا ومعتقل من المعتقلات، الفرق بين الجنه والنار اكبر من كده بكتير. الموضوع كبير، الموضوع خطير يا شباب. يعني انا يعني قبل ما اسيبكم انا عارف الاسئله اللي عند الشباب، يعني من غير ما يعني ما حد يسال اسئله انا عارف اسئلتكم، هي اسئلتكم كلها نوعين. النوع الاولاني الحب حرام ولا حلال؟ الحب حب بابا؟ لا 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 لا. طب حب ماما؟ لا. طب حب اختك في الله؟ طب حب اخوك في الله؟ يا عم مش الكلام ده، انت عارف انا قصدي ايه. الحب حرام ولا حلال؟ النوع الثاني هم مين السلفيين دول بقى؟ مين الكائنات الفضائيه الغريبه اللي نزلت علينا دي بقى؟ هو ده، هم دول السؤالين اللي بيبقوا عند الشباب. يعني قبل ما اقول لكم الحب حرام ولا حلال، ربنا يجوزكم يا شباب، ربنا يجوزكم ويزوجكم. عمر بن عبد العزيز لما ولى الخلافه سنتين وخمس شهور ففاضت الخزائن، بقى اقتصاد، اعاد اخلاق الشريعه وبدء الشريعه، فقالوا له يا امير المؤمنين فاضت الخزائن، طب نعمل ايه بقى؟ قال لهم زوجوا كل من لا زوج له. الله، شباب جامعه اسكندريه جايين بكره بقى يلاقوا اعلان كده على باب الجامعه، كل شاب واخد اجازه اسبوعين يروح يدور على عروسه.
هتتجوزوا بنات ابشروا. يروح يدور على عروسه والشبكه والقايمه والمهر، ولو طلقها بعد كده المؤخر والنفقه على حساب الدوله. الشباب بقى خلاص اتجوزوا، ما هو البنات راحوا قالوا له يا امير المؤمنين فاضت الخزائن، جوزناهم وما فيش فايده، الاقتصاد منتعش. قال لهم اذا اعطوا دبه لكل من لا دبه له، عربيه لكل مواطن، ونعمل باركنج في جامعه اسكندريه بقى عشان كل اخ من الاخوه وايه يحيركن العربيه بتاعته، وجاي مع مراته بقى، مراته بقى في كليه مش عارف ايه، وفي كليه ايه، والدنيا بقت بامبي خالص. قالوا له يا امير المؤمنين فاضت الخزائن. قال لهم اذا فانثروا الحب على رؤوس الجبال حتى لا يقال ان الطيور جاعت في بلاد المسلمين. سبحان الله العظيم، ربنا يزوجكم يا شباب. الحب حرام ولا حلال؟ مشكله قلب الشباب الضعيف يا عيني، الشباب ابو قلب حنين، الشباب الغلبان اللي يعني وقع ضحيه الاختلاط المفتوح، ما هو شيء طبيعي يا اخوانا. يعني هو اصلا يعني اللي ما بيحبش ده ملوش قلب اصلا. انت بتحب ولا ما بتحبش؟ محدش يقول لي بقى ان مجتمع مفتوح والدنيا مفتوحه وطبعا ما عادش حد راضي يا اخوانا. مصر اعلى نسبه طلاق على مستوى العالم، احنا عندنا في مصر 16 مليون عنسه مطلقه. طبعا اخواتنا اللي ما اتجوزوش دول مش في الاحصاء ده اصلا، ده دول لسه في سن الجواز. 16 مليون يا اخوانا، يعني احنا وكل ده بسبب ايه؟ بسبب ان البنات في سعار محموم في التبرج. هو في الاول بنت كشفت شعرها فما عدمتش شاب ساذج انبهر بيها واتجوزها، يعني حاجه طبيعيه. فكله قال لك ايه اللي بيجيب بقى الجواز؟ المكياج والكعب العالي والسبع طرح فوق بعض وزي كده زي او فكله عمل كده. فيعني عارفين يقول لك ايه؟ عارف اتنين شحاتين قطعوا رزق بعض؟ 5 مليون فتاة، والموضوع يعني أصبح إيه؟ يعني الموضوع أصبح في غاية. فتبدأ قصة الحب الساخنة في جامعات، الحب بيبدأ يا إما في الجامعات يا إما في المدارس المشتركة يا إما في دروس خصوصية. مؤسسة التعليم المباركة هي اللي خرجت لنا كل حالات الجواز العرفي وكل حالات الجواز الإلكتروني وكل ما إيه هلم جرة. فيدخل صاحبنا في المدرج كده ويفضل قاعد وهو في أول يوم ماسك الكتاب وداخل أنا طالب علم، أنا جاي هنا عشان الكيمياء والكيمياء بس، ولا مقصد ليا في الحياة إلا الكيمياء. يقعد صاحبنا في المدرج يا عيني، يدخل الدكتور يبدأ يشرح بقى في البوتاني ويبدأ يدخل في المعادلات، يبص كده مش فاهم حاجة، فتبدأ عينيه تروح الناحية التانية، فتبدأ تقع على أخت من أخواتنا الفاضلات، استغفر الله العظيم وأتوب إليه. بعد كده يقرر إن أنا جيت هنا طالب علم، يبدأ يبص للدكتور، الموضوع مش جايب همه خالص. وبعد كده يعني لا اراديا تروح الناحيه الثانيه على نفس الاخت برضه. فيعني يبدا بعد شويه يا عيني يقع في حيره، فيبدا يبص للدكتور ويبص للاخت ويبص للدكتور ويبص للاخت، مفيش وجه مقارنه خالص. فيبدا يقرر مؤخرا انه لا طالب علم ولا حاجه، انه جاي الكليه دي من اجل اهداف اخرى. ويبدا يتابع اختنا الفاضله، يروح البيت ينام على السرير كده ظهره على السرير وعينيه في السقف، 5 ساعات عينيه في السقف. والدته تدخل عليه انت جعان يا ابني؟ لا 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 سيبيني بس لوحدي شويه. تروح لابوه الحق الولا شكله حد ضرب ولا حاجه في الكليه. يوم والده داخل انت سخن يا ابني؟ لا 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 انا كويس خالص سيبوني بس في حالي دلوقتي. يروح تاني يوم في الكليه محدد هدفه، رايح تاني يوم طبعا هو نام الساعه 7 الصبح عما جاله نوم، صاحي 8 الصبح نام منفوخه وشعره منكوش يعني شكله تعبان. يدخل المدرج اول ما يشوفها وشه احمر وودنه تقوم مطرطاه، ويبدا يركز مع اختنا الفاضله. يفضل اسبوع اتنين مش عارف يعمل ايه، هو شاب غلبان يا عيني، احنا لسه في سنه اولى انهيار، لسه في الجزء الاول من القصه بتاعت الحب حرام ولا حلال. يبدا مش عارف كيف الوصول، يعني مش عارف طب يتكلم ازاي، طب يعمل ايه. واختنا طبعا عامله انها مش واخده نفسها بالها من اي حاجه ومش فاهمه اي حاجه وايه، وهو لمده شهر كامل مش عارف يكلمها، لحد ما في الاخر يكتشف ان هي مصاحبه صاحبه صاحب صاحبه. فيبدا يتذلل صاحبه عشان يرتب له ايه مقابله كده ان هم يتكلموا.
فيبدأ يعني في هذه المقابلة بقى يبدأوا يتعرفوا على بعض، وتبدأ المرحلة الثانية من الانهيار، مرحلة ان كل واحد بيحكي البطولات بتاعته. هو قاعد يقول لها انا يوم الفلاني يوم ما اتنرفزت على العميد وخلصوا العميد من ايديا، ولولا شالوا العميد من ايدي كنت موتته وما همنيش انا يعني. وهي قاعدة بقى تحكي له عن الشارع اللي وقف على رجل واحدة اول ما دخلته، وطابور العرسان اللي مستني، وقاعدين الاتنين بقى. ولما تحب ترسم عليه قوي تبدأ تتكلم عن بطولاتها في الطبيخ، فيبدأ بقى صاحبنا وتبدأ المرحلة الثالثة من الانهيار، يوم الفالنتين، يوم الاعتراف بقى. يدخل الجامعة كده معاه دبدوب احمر كده وزعلان جدا، وهي معاه وردة حمراء وقاعدة تعيط. فيقول لها هو لسه لحد دلوقتي ما فيش حاجة، لحد دلوقتي صداقة بريئة. فزعلان واحد ينفخ في السجارة ويرمي، تقول له مالك؟ يقول لها ما فيش. تقول له بس قول لي فيه. لا 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 ما فيش. تقول له بس قول لي. يقول لها انا بحب ومش قادر اعترف لها اني بحبها. تقول له لا اعترف لها. تقول لا لا انا خايف انها تكسفني. والله ما هتكسفك بس انت اعترف لها. احد اخواننا اللي دلوقتي ما شاء الله لا قوه الا بالله، ربنا يفتح عليكم يا شباب، داعيه الى الله، داعيه مبدع يعني ما شاء الله وكتاب الله، وكان طالب في كليه الطب يعني، والشله المباركه اللي يعني ايه هم الوقت يعني اصدقائي وكده، كانت كلها في الاول كده برضو ايه قصص حب ساخنه يعني وداميه. فراح يقول للاخت في اول مره، يقول لها يعني ايه يعني ان في علاقه في قلبه ناحيتها، فقالت له لا انا اسفه. فهو خلاص قلبها بقى خلاص، ما الموضوع ده مش ايه مش نافع. فبعد فتره قامت رايحه له، قالت له انت بعدت ليه؟ قال لها ما انت قلت لا. قالت له ما البنت المحترمه لازم في الاول تقول لا. وانت عايز تقول لي؟ اقول لك اه على طول، لازم اقول لا. فصاحبنا يبدا يعترف لها، يطلب رقم تليفونها، تقول له لا لا الحب بتاعنا غير اي حب. شايف كل الشباب اللي في الساحه دول، احنا الحب بتاعنا غير اي حب، احنا حب طاهر وبريء. ونبدا بقى في قصه بنصحي بعض لصلاه الفجر، وبنحفظ بعض القران، وعروض فودافون، ونبدا بقى في الايه شوارع الجامعه يعني تشهد قصه حب داميه لمده 10 سنين، يعني لمده 10 سنين عمال الاثنين يتخرجوا من الكليه. وتبدا المرحله الرابعه من الانهيار، والدتها لازم تعرف. والدتها ما كانتش عارفه كل ده، والدتها لازم تعرف. تقول له ماما وانا خايفه من ماما وانا مش عارفه. طبعا يا والدتها فاهمها كل حاجه، هتعمل ايه؟ خط السير خطوه بخطوه. فطب وبعدين؟ لازم تروح لماما الشغل عشان تشوفك. يروح لمامتها بقى وهو ايه يعني مرعوب بقى من الامتحان الخطير ده، ويبدا يقول لمامتها كلمتين حلوين لحد ما ياكل عقل البنت وامها، والقصه تبدا. المرحله الخامسه من الانهيار، يروح لها في يوم يقول لها انا شاب وانت شابه، وانا يعني عايز اتجوز وانت شابه صغيره، واحنا الاثنين شباب وحرام، واحنا مش هنعمل حاجه حرام، لا يمكن نقع في حاجه حرام، احنا قدامنا حل شرعي وحل جميل ان احنا نتجوز عرفي، وساعه ما نتجوز عرفي هيبقى حل على سنه الله ورسوله، وساعتها نبقى ان شاء الله كل علاقتنا في النور، وان شاء الله بعد 25 سنه ما اكون نفسي ان شاء الله هتقدم لك في البيت. انا لو رحت لوالدك الوقت هيقول لي، هقول له ايه؟ هقول له انا جاي انت يعني اشتري راجل يا عمي، ابوكي مش هيرضى انه يشتري راجل في المرحله ديت. وتبدا يعني مراحل الانهيار التاليه بعد هذه القصه. يا اخوانا الحب حرام ولا حلال؟ حلال برضه. يعني الحب حرام ولا حلال يا اخوانا؟ يعني وفي النهايه يا اخوانا 90% من هذه القصص لا تنتهي بالزواج، تنتهي بتحطم القلوب وخلاص. والله تفضل القلوب متحطمه طول العمر، خلاص هو قلبه مكسور يا عيني، وهي خلاص. وانتوا فاكرين ليه نسب الطلاق المرتفعه في مصر؟ ما هو ما حدش راضي، ما فيش رضا، الاختلاط، النظر الحرام، النظر للحرام. المهم يا اخواني يعني قبل ما اسيبكم، يعني ايه سلفيه؟ ومن الكائنات الغريبه اللي نزلت علينا من السماء اللي بتقطع الودان ومعاها مقصات بكل المقاسات عشان تناسب جميع احجام الودان، وهيعملوا خدمه اخطفني شكرا للخطف اضغط الرقم 1، لميه النار اضغط الرقم 2، للقنابل المولوتوف اضغط الرقم 3، وهيغيروا اسماء خدمات المحمول. سلفني شكرا هتبقى سلفني بالله عليك، وادفع لي شكرا هتبقى ادفع لي جزاك الله خيرا. ويعني يعني الناس الكائنات الغريبه اللي كسرت مناخير ابو الهول في اخر اتهام اتهمنا بيه، وهم السبب في ثقب الاذون، واسكتوا مش حسن مبارك طلع سلفي.
وسبب نكسة 67 وسبب زلزال القاهرة الأول والثاني. الكائنات الغريبة العجيبة اللي جاية من المريخ ده هي يعني الكائنات دي نعمل فيها إيه؟ يعني يا أخوانا السلفيين يعني ناس ما بتقفش طلطم يوم عاشورة وتقول يا حسين، ولما بيبقى عنده مادة هيسقط فيها ما بيروحش يجيب خروف ويروح للبدوي يذبحوله ويقول له نجحني يا بدوي، ومؤمن ان ربنا سبحانه وتعالى يعلم ما في غد، ومؤمن ان لا يمكن ندخل الجنة اللي من طريق النبي عليه الصلاة والسلام. هو ده السلف يا اخوان. السلف ده مش كائن غير. طب مسمين نفسكم سلفيين ليه؟ انت مسمي نفسك سكندري او قاهري ليه؟ هو معناه انك مش مصري؟ طب الاخوان بقى والتعصب، هو الاوس والخزرج او المهاجرين والانصار، دي اسماء يا جماعه، اسماء ليس اكثر. اللي كان بيعمقها امن الدوله واللي كان بيبوظ ما بيننا امن الدوله، ما حدش فينا عدو التاني. احنا عدونا قاعد في فلسطين بيقتل اخواننا، هو ده عدونا اللي عايز يفرق ما بيننا. طب بقى والعلمانيين بتكرهوا الليبراليين ليه؟ الليبراليين دول ناس يعني ليبراليين بيقولوا او العلمانيين بيقولوا فصل الدين عن الدوله، يعني بيقولوا ربنا بيقول ان الحكم الا لله، وهم بيقولوا اي حد يحكم الا الله. يعني قضية كارثية يا اخواننا في الله، قضية كارثية، قضية ان ربنا سبحانه وتعالى يعني انت هتموت من جوع وانا جايب لك طبق اكل، تقوم تقول لي ايه؟ انا خايف ان الطبق ده يبقى مسموم. ده انت كده انت كده بتقتلني، يعني انا هسمك؟ بنقول لربنا خايفين يكون شرعك مسموم، خايفين يا رب لو اتبعنا شرعك نضيع، خايفين يا رب كلامك يبقى ما عادش ينفع للايام دي. كان كلامك بقى من 1400 سنة ينفع، الوقت يا رب الكلام ده خلاص ما عادش ينفع. خايفين نتخيله، بنقول لربنا يا سيدة هاجر لما سيدنا ابراهيم وضحى عند الكعبة قالت له الله امرك بهذا، فاشار برأسه ان نعم، قالت اذا فلن يضيعنا. ربنا هيضيعنا؟ ربنا شرع ربنا اللي من فوق 7 سماوات نحطه على الرف، نازل عشان نحطه على الرف. يعني ايه ليبرالية؟ زي ما كلينتون كده يعني، والعلاقة اللي كانت بينه وبين مونيكا، وحصل مونيكا جت والدنيا اتقلبت، فعملوا حوار مع سيناتور امريكي، فيعني بيقولوا له ايه رايك في اللي عمله كلينتون؟ قال لهم انا ما يهمنيش ان كلينتون واحد ليبرالي، ما يهمنيش ان كلينتون يقيم علاقه مع كل امراه بل مع كل رجل، انا اللي يهمني الضرائب والاقتصاد والدخل بتاع البلد بس. هي دي انا مالي، انا ما هو جنبي، هو ضرني في حاجه انا مالي؟ ربنا عرش الله اهتز من فوق 7 سماوات بسبب جريمه الزنا وانا مالي؟ شاب ليبرالي او متلبرل بكلمه في المسجد بقول له لو النبي عليه الصلاه والسلام جه تعمله ايه؟ قال لي لو النبي جه بسيطه، ينزل يرشح نفسه في الانتخابات. ما شاء الله لا قوه الا بالله، بقى الدين زيه زي غيره، يعني الموضوع بقى عادي، يعني هو بيتكلم بكل بساطه، ينزل يرشح نفسه في الانتخابات. قلت له انت عارف حكم الكلمه اللي انت قلتها في الدين دي ايه؟ سبحان، انا لولا عارف انك ما انتش فاهم انت بتقول ايه. الحمد لله ربنا يفقهنا في ديننا يا اخواننا. ما فيش حاجه اسمها ربنا ملوش حكم علينا، ما فيش حاجه. الا يعلم من خلق؟ لو واحد صنع جهاز زي تلفزيون وعمل الكتالوج بتاعه وجابه لك، قمت انت باصص كده لا 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 الكتالوج ده انا معترض على الكلام اللي فيه، هيقول لك انت مين حضرتك اصلا عشان تعترض اصلا؟ الا يعلم من خلق؟ اللي خلق الانسان هو اللي نزله الشريعه دي عشان هي اللي تصلحه. الا يعلم من خلق؟ الموضوع كبير يا اخواننا، دينكم محتاجكم. ربنا يرفع بكم الاسلام ويرفعكم بالاسلام ويعز بكم الاسلام ويعزكم بالاسلام. ربنا يجوزكم يا شباب، ربنا يزوجكم يا شباب. عارفين احد السلف اللي اتجوز واحده بس كانت صعبه قوي، فكان كل يوم جيرانه يسمعوا ضرب الشباشب، وبعد كده صاحبنا يتزقل بره البيت فيقولوا طلقها، يقول لهم لا اطلقها. تاني يوم ضرب شباشب ورزع وخبط واحتار، وبعد كده صاحبنا الباب يتفتح ويتزقل بره البيت، قالوا طلقها، قال لهم لا اطلقها ابدا. قالوا ليه؟ قال لهم اخشى ان اطلقها فيتزوجها غيري فيفتن في ديني. فمرت الايام فمراته ماتت، فهم خارجين بيها من البيت قالوا لهم انتظروا، قالوا له ايه؟ قال لهم اللهم اني اشهدك انها طالق طالق طالق. قالوا له يا عم انت صبرت طول حياتك وهي الوقت تطلقها؟ قال لهم اخشى ان تحشر معي في الجنه اضمن من الوقت احسن. نسال الله سبحانه وتعالى ان يستخدمكم لنصر الدين في الارض، وان يبارك فيكم، وان يعز بكم الاسلام، انه ولي ذلك والقادر عليه. جزى الله شيخنا خير الجزاء على ما قدم لنا من نفع. ختاما تتقدم الدعوة السلفية بجامعة الإسكندرية بالتعاون مع أسرة الحياة بالشكر والتقدير لفضيلة الشيخ الفاضل وللإخوة الحضور. وفي النهاية لا نملك إلا أن نقول لفاك الضرب ما زلتم بلب القلب أحبابا،
وإن غبنا وإن غبتم فإن الحب ما غاب هي التقوى تجمعنا وحب الله قد طاب. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.